ناخذوني بليدي وخذوني بليدي. هي كلمات أم ثكلى تبكي فلذة كبد اغتالته أياد غادرة، أياد اغتصبت روحا ذنبها فقط أنها اختارت العلم وسيلة لإنارة العقول، فكان الجزاء ضربة مطرقة ظالمة وطعنات سكين أعوج. أما الضحية فهو الدكتور بشير سرحان قروي ذو 44 ربيعة. نقول بكي ما قتلوه يقتلوهم، ولا نحب يقتلوهم ما يخليهمش حيين. غبار الجريمة لم ينفض بعد، وخيوطها لم يتبين أبيضها من أسودها، لكن عنوان الحادثة الأبرز حتى الآن طلبة جامعيون يغدرون بأستاذهم، وتفاصيل الدراما يسردها أب مصدوم. عيطنا في البورتاب نتاعو ما رفضوش علينا، ومن بعد رفضوا قالوا نحن الشرطة، قالوا لي يا ودي راهم عيطونا سكان العمارة هذه، وكي رحنا لقيناه طايح، وكي سألناهم قالوا لهم ثلاثة ضربوه ثلاثة وهربوا. بني البشير نقروي البشير ما يسمحش لأي طالب بالغش. كم يلزم من كلمات حتى ترثي الأخت شقيقها، وهل تكفي أنهار الدموع حتى تبكيه؟ علاه هكذا؟ علاه؟ علاه يا معالي الوزير؟ علاه؟ علاه قلنا علاه يا معالي الوزير؟ علاه؟ وراه وراه حق خويا وراه. الدكتور بشير سرحان قروي رمز للعدالة والحب والعطاء، كما يراه طلبته الذين لم يثنهم بعض المسافة عن مشاركة العائلة وجعها. كان فعلا نموذج للأساتذة وللطلبة، كان أفضل خير قدوة لنا. هو رمز للعدل، رمز للعدالة، هو يمثل قانون بحت. ولحفيدة بشير حكاية حب أخرى مع الخال الطيب. خالو بدي يديني للصطاد كل يوم حتى يحبنا قايتي، وأنا نحبك أكثر. هي قصة تفوح وجعا وتقطر ألما، تحكي جريمة شنعاء سبغت ليالي الشهر الفضيل لونا أحمرا قاتما، بل هي حكاية وطن مفجوع شيع أحد أكفاء كوادره.